السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، جاد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، أرانب للبيع. تحياتي لكل أهل الشرقية، الناس بتوع الشرقية يا جماعة اللي سألوني على الأرانب والمشوار بعيد عليهم. يا جماعة إن شاء الله قدرنا نوفر كده فيديو صغير. حاجة عطية من الشرقية يا جماعة تواصل معايا وقال لي يا ابو نرمين عندي أرانب عايز أبيعها، وصور لي فيديو وبيبيع الأرانب اللي عنده، فيه أرانب والدة وأرانب عشرة يا جماعة معانا فيديو. طبعا رقم التليفون ده الحاجة عطية هتلاقيه في الوصف تحت في الديسكريبشن. يلا يلا مع بعض نشوف الأرانب ونكلم الحاجة عطية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحية لأبو نرمين، الراجل كويس، راجل 10/10. كل سنة وهو طيب، كل سنة والناس المحترمة طيبين. عندنا هنا أرانب، واحدة بيبيون أهي للبيع أهي، ماشي أهي أهي، سلالة 100 100 أهي، وعيالهم عيالهم دي للبيع أهي. وعندنا هنا واحدة فلاين أهي برضك اهي للبيع وعيالهم فلاين اهي، شغل 10/10. صلى على النبي، الدرع 100 100 ومفيش جرب ولا في كلام من ده. شوية شغل ايه 10/10 اهي، شوية شغل 100 100 دي للبيع برضك، وادي عيالهم عشر وبيع عشر والدهم. وعندنا برضك شوية شغل 3 شهور اهو للبيع برضه وعندنا واحدة والدة كمان اهي، ده عشر هو والدة برضه. شو السلالات 100 100 حاجات 100 100 كيلو يعتبر عشر والدة والبيبي جوه هناك. اللهم صل على النبي، حاجة سكرة يعني عيالهم ومع عيال تحتيها. دي والدة وعش. أنا بنبيع الحاجة دي مش فلس والله، حاجات سلالات يعني، والدة ومية مية وجايبة بطنية. شوية شغل يرضي الله، مبروك، ألف مبروك على اللي ياخدها. أحب الناس تكون مبسوطة من الحاجة وقرفتها حلوة. حاجة 100 100 10/10. بنبيع الحاجة دي مش بنبيع الشغل كله والله، الشغل 10/10 وشكرا. تحية لأبو نرمين والناس المحترمة، راجل والله بيخدم لوجه الله وشكرا.